اسلم. يقول يقول انا كاني بعد قصيده. الان تعال المسبح. المسبح اللي اعطيتني اياه ما هذا المسبح في القريه اللي اخذها مجلس الشيخ. والله قد اخذت مسبح ابو مجلس. خذ مجلس مجلسي. مسبحك يا ولد. اسلم اسلم اسلم. ومن قال اسلم؟ سهره ذلول وفوقها مره ومعها طفل عاده صغير رضيع يحبي. المهم متسل الذلول وفيه واحد انقد له 6 شهور وهو عند ابله في الرمله ما شاف زول. فهلا يعبي محروقات من المحطه ويعود لبله. لا عنده لا عامل ولا اخوان ها ولا احد. 6 شهور وهو عند ابله. عبد الله لا قاطع كلامك بس تقول قصه لا تقول كذا. احنا نسينا عبد الله. زعلت انا والله كذا حتى من يوم خلاص زعلت انا اللي طقيت من الكلام ذا. هذا انا اللي طقيت من الكلام ذا. انا بغيت اسولف. كيف اسولف كذا؟ ابغى اواجهكم ابغى اشهدكم عشان محلك يزم محل. شوف ليه من اليوم متمركي هنا يا تفضل طال عمرك اسلم. ومن قال يسلم؟ المهم الرجال يقول يوم قدني راقد الساعه 2 الفجر يقول ما اسمع الا صوت البل ولا عندي والي. يقول ورت بعيني يقول انا على فراشي يقول هم في قير في حر راقد من برا برا الربع والبيت مفتق. يقول والله فلذا الغرير اللي حبي يلين ركب على بطني. يقول وامسك الغرير يقول توعى من النوم. الغرير اللي هو الصبي اي الولد اي. يقول وتوعى من النوم يقول امسك الغرير من ذا العيد. يقول سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول خلاص حسبت على انه جن. يقول سميت بالرحمن وقريت معوذات وقريت آية الكرسي. يقول الله يستر هذا ولا اختفى ولا اختفى. يقول يروها مري ولا اختفى. يقول الا قاعد يبكي الغرير. يقول اني توكت انه انس الغرير. يقول واخو الغرير طول عمره السلام يقول وانا ما عندي شيء. يقول دريت ان الغرير يجوع. يقول واروح للخلفات يقول ابه الخلفه يقول واحد بالغرير. يقول واجيب لك من رعاه الحشوان. يقول وارضع يقول ارضعته يرتد النسم ويسكت الغرير. يقول ورقده في جنبي. يقول ورقده في جنبي واحط صنح عليه يقول ورقده في جنبه. يقول لين اصبح الصبح. يقول يوم اصبح الصبح يقول وقمت يقول كني في حلم. يقول فهذا الغرير في جنبي في الفراش. يقول واتوع يقول ساعه ضربت بعيني. يقول فلا جره الغرير الله الرحمن الرحيم فلا جره الغرير مقبله علي من حدره يوم هي حبي حدره علي شرق بالله. اي يقول واقصها واقصها خلف. يقول اخذ الغرير يقول قصتها خلف وجيت. يقول فهذا البعير بارك وهذا المره طاحت عند البعير اعوذ بالله. والغرير يوم طاحت المره طاح معها وحبى الين ربي ساقه على هذا الرجال الله ينقذ امه سبحان الله. يقول يوم جيت المره يقول فعاد فيها نسم. يقول وقوم المره يقول واشلها يقول وديها لا. يقول فلان المره ما عاد فيها نسم وقدها جويعت وضمانه. يقول وديها طعم. يقول حلب لها خلفه. يقول واسوي لها خبز واعطيها. يقول واحطها في الرابعه. يقول وخليها تنسدح. يقول وتربط في الرابعه. يقول الغرير ذا الحين يلعب في الرابعه. الغرير يلعب وامه رقدت عقب الاكل عقب الخبز وعقب اللبن. يقول يوم توعت المره وارتدت النسم يقول وجهها وانشدها. قلت انت وش علومك؟ ولا منين انت جاي؟ قالت انا طلقني رجالي البارح وركبني فوق البعير انا وبزري وفكنا في الجو. اعوذ بالله. انت كيف جيت انا؟ تقول للرجال انت كيف جيت انا؟ ولا كيف عرفت معنا؟ قال هالرجال انا ساقني الغرير عليش. الغرير اللي حبى من يوم طاح البعير حبى الين ركب على بطني. الله شليتها سميه بالرحمن احسب انه جن وطلع عز. لله عجبها يا ولد. سبحان الله. هو اللي انقذ امه ولا لو ان الغرير ما جاء كان ما تتم من الجو. يعني صغير بعد. هي صغير يا حبي. ساقه الله له. لكن ربي ساقه وهو مو بعيد ترى قريب. يمكن اقل من نص كيلو بعد. والله عجبها. امتام. يا سبحان الله. قاعد يحبي اللي ركب على بطن الرجال. يا سلام عز الله قصة طيبة مثل راعيها. يا رب يطول. أيوة الله. يا رب يطول. اعطونا ليلتي سوالف خلصنا. مسباح. مسباح. مسباح ما له شكل. إذا جاني جتني السوالف كلها هو يبسط. يا رب حلو. ارسل لي. حلو. تجري سالفة.